لكن اللي يستحق ان نضرب له تعظيم سلام هو في بداية الفقرة مع مقالي ومقاله ست الحبايب. اعتقد كل سنة وكل ام طيبة، كل سنة والمرأة عامة في احسن صحة، كل سنة وكل اسرة صاينة قيمة الام. يا باشمهندس، الام هي الام، هي الزوجة، هي الابنة، هي يعني. وبعدين الحقيقة لما تيجي تشوف توزيع الأدوار، لا، الأم مدرسة إن أعددتها، أعددت شعبا طيبا عراقي. لأن الوتد زي ما أنت قلت، مش بس الوتد، وهو ينظر إلي دايما حتى من الأبناء. التقدير والحنان الأب اللي زي حالاتنا أستاذ إبراهيم، مش هنقول غلبان أو ضايع في النص، لا، هو مقدر تماما. ولكن الحقيقة يعني لو خيرت بين تكريمي أنا كأب ولا زوجتي كأم، أختار الأم. الأم طبعا، لأنها هي بقى هي شالت صحيح جواها صحيح سر استمرار الحياة. أي يعني في ايه تاني؟ فطبعا والغريزه تراها حملت سر البقاء. الغريزه تراها حتى في الحيوانات المفترسه. انا بشوف ساعات كده فيديوهات لحيوانات نمس بيجروا ونطوا وكلهم جريوا. الام اكتشفت ان النمس الصغير مش طايل ينط، راحوا راجعين وراها وقعدوا ايه يطلعوه لحد ما طلعوه. هذه الغريزة مش من فراغ. ربنا أودعها في قلب الأم. وفي تصرفاتها وفي سلوكها لكي تستمر الحياة لكل المخلوقات. طبعا. طيب لما احنا بنقول مصر أم دنيا بقى، ما هو احنا ولادها برضو. لازم نستحملها، ولازم ندلعها لما يجي وقت الدلع، ولازم نقدر ظروفها وقت الشدة، ولازم يعني الحقيقة الأمهات على رأسنا من فوق، وأولهم أم الدنيا. الحقيقة كمان الأم أو المرأة بقى بشكل أوسع في النادي الأهلي. النادي الأهلي، وده جزء من تحضر هذا النادي العظيم، أول من أنصف المرأة وإداها حق الرياضة مطلع القرن الماضي، بداية تأسيس النادي الأهلي، إدى النادي الأهلي كأول نادي يمنح المرأة حق ممارسة الرياضة. شوفوا بقى يعني الدور التاريخي والحضاري للأهلي في المجتمع. وأنا أعتقد ربما كانت الرياضية العظيمة الدكتورة نفيسة الغمراوي هي أم الحركة الرياضية النسائية في مصر. إنجاز التصنيف والتوصيف، إن أول فريق باسكت، أول من عملت فريق لممارسة الرياضة في النادي، أول من أنشأت كلية أو معهد للتربية الرياضية للبنات عشان يكون للمرأة حق إن هي تتعلم الرياضة كعلم وتدرسه كعلم من العلوم، كانت نفيسة الغمراوي. فأنا أظن إنه هذه السيدة الفاضلة تستحق فعلا هذا الذكر في هذا اليوم. تستحق جدا، هي وكل الرواد أصحاب المبادرات التي تسفر عن فكرة يتم تحقيقها لأول مرة. هم دول اللي بيطوروا المجتمعات، البايونيرز، الناس. في ناس شاطرين في الإدارة. لكن مش كل حد عمر لطفي. مش كل حد نفيسة الغمراوي. مش كل حد الناس اللي ده رائد واللي بنوا بعد كده، بتكسر حواجز عشان تنشئ من عدم، مش موجود. أيوة. هذا الكلام. أيوة. فهذا هو التحدي، وهذا هو فعلا الـ 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 الإيجاد من عدم. يعني هم دول اللي التاريخ يتوقف قدامهم، هؤلاء الرواد البايونير الذين يكسرون القوالب ويعبرون الحواجز لإنشاء كل ما هو جديد وطور المجتمعات. ده مهم جدا، لأنه ما أنشأته نفيسة الغمراوي تم البناء عليه لاحقا لغاية النهاردة. انتوا شايفين ان النهارده النادي الاهلي حتى في الانتخابات الاخيره اللائحه بتقول ما فيش شرط ان يبقى فيه عنصر نسائي في مجلس الاداره، لكن كان
مجلس الإدارة أو الكابتن محمود الخطيب حريصا على تمثيل المرأة في مجلس إدارة النادي. نجحت الرياضية أيضا مي عاطف امتداد لرياضية أخرى بارزة وواعدة بطلة أولمبية رانيا علواني، اللي كانت امتداد لأيضا سيدات أهلويات كثر عبر التاريخ في كل الرياضات. والنهاردة بنشوف أنه في كل لعبة من الألعاب اللي بتشتملها أجندة النادي الأهلي هناك فرق للمرأة. شفنا تفوق بنات كرة اليد الطايرة عامل إيه داخل موسوعة الأرقام القياسية العالمية بإنجازات فريق البنات في الكرة الطايرة. شفنا الباسكت، شفنا الهاندبول، شفنا السباحة، شفنا في كل الألعاب هناك حضور قوي للمرأة في النادي الأهلي. ألعاب القوى رحمة الله عليها سالي عمرو. والسباحة. زوجة لاشين اللي كان سكرتير ألعاب القوى في النادي الأهلي وكانت أول رامية للقرص والجلة. يعني دايما الأهلي يقدم المناخ الذي يفرز هؤلاء الرواد. ده كان كلام في بداية كلامنا عن ست الحبايب اللي بنقول للأم وكل أم كل سنة وأنت طيبة، كل سنة وأنت في أحسن صحة وعافية لكل أمهاتنا، ورحمة الله على من رحل منهم.